ممكن نبدأ قبل ما نخش في التفاصيل طبعا والنجاحات المحققة دلوقتي على الأرض، ممكن نرجع شوية بالذاكرة زمان وأيام حضرتك طبعا، وفكرة برضو الفوارق الموجودة بين زمان ودلوقتي في كرة اليد تحديدا. بص، انا اقول لحضرتك، هو زمان احنا كنا مسيطرين على كره اليد، بالذات الفرق البنات، لان احنا كان الفرق اللي عندنا كنا اقوى لعيبه في مصر وما كانش فيه منافسات. دلوقتي بقت العمليه قريبه بيننا وبين الفرق التانيه، بقت العمليه قريبه، فابتدينا السنه دي بدعم طبعا مجلس اداره ودعم نشاط رياضي تاني نقف على رجلينا تاني. والسنه دي الحمد لله احنا في البنات محققين كل البطولات، دوري وكاس، وداخلين في بطوله افريقيا اهو، ماشيين كويس الحمد لله يعني. طب ده دي حاجات ما بتتحققش لا بالصدفه ولا بالاستسهال، وراها اكيد كواليس، وراها شغل، وراها فكر ممنهج، وراها تذليل لكل العقبات. عايزين ناخد فكره كده بسيطه من حضرتك عن خلفيه هذه الانتصارات. بص يا استاذ كريم، طبعا هي الناس بتشوف الاحتفال في الاخر طبعا. ماشي، لكن احنا طول الموسم بقى لنا 8 9 شهور، لا في شغل جامد وفي اعداد جامد، وبصراحه النادي موفر لكل الاجهزه، بالذات من قطاع الناشئات اللي انا المفروض انا مسؤول عنه. أيوة. عندنا مدربه احمال، عندنا اعداد نفسي، عندنا مدربين على اعلى مستوى. فالسنه دي ابتدينا خطوه ان احنا نحقق فيها البطولات. السنه اللي فاتت كنا واخدين 3 بطولات في قطاع الناشئات، السنه دي الحمد لله واخدين 6 بطولات، ما شاء الله. وماشيين في اتجاه كويس، واتجاه النشاط الرياضي ومجلس اداره النادي الاهلي ان احنا نبتدي ندعم فرق الناشئات. الاختيار بيتم على اساس ان انا ده هينفعني في الدرجه الاولى ولا لا، مش انا بجيب عشان ادعم فرقه، طب. لا انا بجيب عشان ادعم النادي في الدرجه الاولى، عشان بعد كده ما يبقاش عندنا رؤيه مستقبليه بس كده. ان انا ما اشتريش بعد كده، ما عندي بطلع من قطاع الناشئات.